الفا ايكوال الاي سي جبناه اللي هو 2.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 وننزل بالسهم بلس سوري تايمز الار سي. الار سي عندي اهي لو بصيت الار سي اهي 4.5 بس خد بالك ان هو كيلو اوم يعني 4.5 تايمز 10 تو ذا باور 3 يبقى 4500 بلس الفي سي اللي هو الفا اكس هيطلع لي كام 1.88 يبقى الفي سي سي طلع 1.88. هل 1.88 موجود هنا؟ طبعا لا يبقى ده كده رونج والبي رونج. هنضطر نمشي مع الاحتمال الاخير بقى وواحد فيهم كده صح. كده عرفنا ان الاي بي واحد من الاثنين دول فنروح نجيب الاي بي نغير الكالر كده نفس الكلام البيتا الكرنت جين اللي هو البيتا اي ايكوالز اي سي اوفر اي بي. البيتا اي طبعا البيتا اي عندي 75 الفا ايكوال فراكشن الفا اكس الاي سي مجهوله النون وعندي الاي بي كام هنعوض بقى بالاي بي بواحد من دول اللي هو 6.67 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 تمام. طلع الاي طلع بكام 5 تايمز 10 تو ذا باور لحظه واحده نحولها بس كده 5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 يبقى اي سي خلاص جبناه كده اهو اي سي ايكوالز 5 ملتبلاي 10 تو ذا باور كام نيجاتيف 4 امبير. نرجع بقى للرول بتاعنا اللي هو في سي سي ايكوالز اي سي ار سي بلس ال في سي اي اللي احنا عايزينه مش ده الرول بتاعنا كيرشوف سكند لو. ال في سي سي عندي ب 3 الفا ايكوال الاي سي جبناها 5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 3 الفا ايكوال 5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 وننزل بالارو تايمز الار سي اللي هي 4500 بلس الفا اكس اللي احنا عايزينها طلعت لي بكام 7.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 1 اللي هي هتطلع لو احنا حولناها كده هتطلع 0.75 ايوه اهي مفهومه يبقى دي. فاللي انا عايز اقوله في السؤال زي ده يا حبايبي ممكن في الاكزام ما هو طالما مديني اختيارين يعني هنا اختيار الاي بي يا ده يا ده يعني حاجه من اتنين صح فخلاص يا هم شهم يعني هفترض ان كانه نون كان هو مديني الاي بي واشوف هيجيب لي الفي سي اي خلاص الفي سي اي تمام. فنعوض هنا ونعوض هنا طبعا هو مستحيل يديك اختيارين صح يعني فانا بتكلم في السؤال ده ان هو على فرض جاب لي سؤال والموضوع مش عارف اوصل للريزلت فممكن استخدم التشويزز اللي عندي او التشويز اللي مدهوني كانون كانه جيفن يعني ممكن استخدم واحد منهم كايزا جيفن واشوف هو يوصلني لمين. اتمنى بس ان اكون قدرت اوصل للي انا عايز اقوله في الفيديو ده. الحته دي مهمه جدا في الاكزام بتاع الام سي كيو يعني في اسئله ممكن في الام سي كيو ما اقعدش اضيع فيها وقت كبير جدا في الحل يعني ممكن تختار او تشوف الاختيارات از جيفن يعني تعمل مع الاختيار كجيفن وشوف مين فيهم اللي هيحقق لك الحاجه المطلوبه يعني كانك بتجيب السؤال بالعكس بدل ما تحل لا بتشوف الحل هو مين الحل اللي هيركب على المساله اللي عندي. اتمنى اكون قدرت اوصل للي انا عايز اقوله في البارت ده لان دي حته مهمه جدا في ناس كتير جدا في كتير من الاسئله ممكن تتوه في حاجه زي كده فما تخليش حاجه زي كده تتوهك لا استخدم التشويز الموجوده عندك از جيفن. شكرا لكم وان شاء الله تابعوني ان شاء الله في الفتره الجايه نحاول ننزل فيديوهات فاينل ريفيجن ان شاء الله في البارت ده. ما ننساش بس اهم حاجه نعمل سبسكرايب نعمل تفعيل زر الجرس ويا ريت لو ندعم الفيديو بلايك لو استفدت ونسالكم الدعاء يعني وكمان يا ريت لو تعمل شير للفيديو من باب نشر العلم تاخد ثواب نشر العلم ويبقى جزاك الله كل خير. شكرا لحضراتكم بتمنى لكم التوفيق يا رب وتحققوا كل اللي بتتمنوه في حياتكم القادمه يا رب.